امين مال الفريق فتح سيدي بن نور سي توفيق الكودي اللي غادي يتكلم لنا اليوم حول بعض المشاكل العالقه اللي كاينه بمكتب فريق فتح سيدي بن نور واللي هي سبب التصدر ما بين المنخرطين وما بين المكتب الموسيقي. بسم الله على بركه الله سي توفيق الكودي، تحدث لنا اليوم حول ما يروج داخل القلعه الخضراء لفتح سيدي بن نور. تكلمتي على طلقتي واحد المصطلح ديال التصدر، هذا هذا المصطلح طلق في واحد المرحله اللي ماشي في الوقت ديالهم قبل في ازمور، ومن بعد ما الفريق تخلى عليه كل شيء وبقوا بعض الاخوان قلال اللي خدامين كيعاونوا في الفريق، وانا يعني تسمر الفريق كمل الفريق يعني السنه الكرويه ديالو يعني في رتبه وسط الميدان في وسط الترتيب. ما يقع الان فهو صعود الفريق بعد يعني مكوته في القسم الوطني الثاني لمده اكثر من 10 سنوات، تحقق الصعود ولم يحضر اكثر من نصف عدد اعضاء المكتب. هذه السنه كذلك كانت نتائج ايجابيه، يعني الى حدود الدوره السادسه من السنه الماضيه من الصعود، التجربه الميدانيه اصعد يعني بفارق نقطه واحده. هذه ماشي صدفه، انا كنعرفوكم جيتوا للمكتب المسير وكان الفريق يتخبط في عده مشاكل من بعد. اشنو هي المتطلبات ديال المنخرطين من بعد ما الصعود والسنه الثانيه؟ انكم حتى ديتوا المرتبه الثانيه يعني وكنتوا قاب قوسين انكم تطلعوا. هي المتطلبات تناقش داخل الجمع العام، المتطلبات تناقش داخل الجمع العام. فاحنا لعبنا 79 مقابله خلال سنتين، لعبنا 60 مقابله في البطوله ديال الثاني 30 الثاني هوات. هنا كنشوفوا بان اربعه الناس تقريبا اللي كنشوفهم انا كيسير خمسه الناس. انا كاين سي امين المال، كاين رئيس سي حسن البلاج، كاين سي عبد الرحيم مسكري، كاين شاهي، او غاب عليا احد سي الحقيوي المصطفى. الحقيوي المصطفى اللي هو رجل بدون امتياز. كما قلت لك انه الناس ما حضروش المقابلات، ولكن رغم عدم حضورهم فهما يعني اليوم حنا كنتفاجئوا بانه من داخل هذه المكونه ديال هذا المكتب كاين رؤساء، رئيس جماعه هو شاب ودعا عائله كبيره، رجل سيد شاب، رجل طيب، رجل ذو اخلاق ودعا عائله. حنا بغيناه يساهم معنا بالحضور ديالو، الا كان شي نقد مرحبا به ينتقدنا، حنا ما عندنا حتى شي مشكل. علاش؟ لان كاين هادو كاع الناس اللي مساهمين مع الفريق. نساو السيد العامل وتحت اشراف السيد العامل. كذلك تكلمتي قبيله ما غنساوش ان الوقت اللي تخلى السي عبد الحق الناجي علمنا في باقي في جميع المسيره ديال الفريق والالتزام ديالكم بالصمت وعدم عرقلتكم المسيره ديالنا، كنشكروا اعضاء المكتب جميعا. الجمع العام ما يجوش هنا كطرح اكثر من علامه استفهام. الفريق خلال سنتين احتل الصف الاول وصعد الى القسم الوطني الاول هوات، احتل الصف الثاني خلال اول تجربه ديالو في القسم الوطني الاول هوات، وحنا فريق وكان مكتب يعني اللي كانت عندنا سيارة، الفريق الوحيد في المغرب اللي كيمشي بسيارة. واليوم كنشكر هذه المناسبة كنشكر السيد العامل السي حسن بوكوطا على التدخل ديالو، حضروا ولله الحمد بعض منهم كيحضر اللقاءات وكيدعمنا وكيكون جمهور يعني جمهور مساند قوي للفريق. إذا اليوم بعد هذه النتائج حنا كنتفاجئوا فين كاين الخلل؟ فين كاين؟ بغينا نعرفوا فين كاين الخلل في هذا المجلس؟ فين؟ السؤال المطروح حاليا على نطاق واسع هو توفيق الكودي، لماذا توفيق الكودي؟ والبعض ما كيتقبلش التدخل ديالي، لا تهمه الحقيقه لانه ربما عارف الحقيقه، تهمه انه يريد ان يستفز بعض اعضاء المكتب. الانسان ملي كيطرح سؤال ملي كيطرح اسئله وكنجاوب راه ماشي ضروري يجاوب الرئيس، راه ماشي ضروري الرئيس يجاوب. الرئيس ناجح حق سنتين كان سي الحقيوي مصطفى، كان فارض وجود ديالو ماديا معنا وعون الفريق جزاه الله خيرا، حتى شي واحد ما كينكر هذا الشيء. غير اللي كاين انه يعني نتجاوزوها او
نتكلموا، حنا كنتكلموا على شي حاجه اللي كنشوفها حدانا وموضوعيه ومنطقيه، ما نبقاو ندخلوا حتى شي واحد. للاسف ان الريتم اللي مشينا به اللي هو الصعود العام الاول السنه الاولى واحتلال الصف الثاني، ما خلاناش احتلال الصف الثاني خلال السنه الثانيه، ما خلاناش او ما عطاناش فرصه فين نأديو بعض الديون تاع الحق الناجي. ربما هذه اثارت شكوك ديال الحق الناجي، واليوم احنا ريحنا مع سعر الحق الناجي قبل، قلنا له ودي راه ما كاين حتى شي حاجه، هذاك الجمع عام صوت شكون واضحين، ما عمرو عرقلنا وما عمرو سول في الديون ديالو. ربما احنا ما ساعدتناش الظروف، احنا ريحنا معاه، قلنا له ودي هل اللي كاين فعلا ما التزمناش معاك، ولكن ما التزمناش معاك لانه ما يمكنش تطلع الفرقه، ما يمكنش تحت الفرقه الصف الثاني وتخلص ديون، لكن غير ما جوج حوايج، اما نلعبوا على تسويق خلال سنتين احسن لنا الصف صعود الصف الثاني حافله الفارق ثلاثه لاعبين ولله الحمد اللي هما الان كيلعبوا في وداد تماره في امل تيزنيت، وسابقا في المكتب السابق كاين سي مروان مجني اللي كيلعب في ستاد ماروكا. اذا جوج لاعبين مشاو فرق مزيانه، وهذا العام كذلك مشى السي مومن يصعد غتنوض هذه الضجه. وكما قلت لك ما يقع الان فهو امتداد للسنه الماضيه. السنه الماضيه كانت عرقله ديال عقد جمع عام، مستشارين كيديروا رؤساء جامعات حتى الاخوان. ما كنهضروا على الراي العام وكنهضروا على الشارع العام، كلشي كيهضر على المقابله ديال الوزازات. اشنو وقع في المقابله ديال الوزازات؟ بغيناك توضح للراي العام اشنو وقع. واحد المشكل قبل الوزازات او قبل واحد نطمسوا معالم ديال واحد جريمه اللي كانت غترتكب، راه كنديروا شي جريمه اخرى باش نغطيو على الجريمه الاولى. قبل الوزازات راه كاينه مقابلات اخرين، حنا خسرنا مع الوزازات 3-2 وخسرنا مع ادراسوس 3-0، وما وقعش هادشي اللي وقع في الوزازات حتى اخر دقيقه. شخصيا بعد يعني ريحت، وكما كنقول انا كنقول بانها ربما طاحت. اما واذا كانت سرقات هذه البطاقه فاللي سرقها عنده علاقه بالاحداث اللي وقعت قبل اللقاء ديال الوزازات خارج الميدان. شكون موضوعيين طمس معالم هذيك الجريمه اللي كانت غتوقع في المقابله قبلها. انا سي الحقي ومصطفى الحاج حقي ومصطفى خلق مشكله ملي كنقول له دابا انت شنو الهضره قلتي، كيقول لي ما قلت والو. اش هاد الناس في سيدي بنور؟ اش حنا كما كيقول احد الاساتذه ديالي، ما عندنا خاصنا حكيم في مدينه سيدي بنور، خاصنا واحد الراجل اللي يكون كبير في القبيله كيجمع كي وعيطوا تاي السلطه المحليه خويا قول لينا هادشي اللي قلتي حتى في الوزازات صح ولا لا؟ فهموني طرفايا، وحنا نحن متاخرين باربعه نقاط على الصف الاول. تصور معايا تغبت متاخر باربعه نقاط على الصف الاول، بمعنى ما بقاش عندك الامال، ولكن بسبب القوه ديالنا بقينا متشبتين بالتاخر. هو مقابل فاسيل بنور وانتصرنا بهدف 1-0 ورجعنا في السباق وربحنا 8 مليون في سيدي بنور. كانت 8 مليون في الدقيقه 90 الكره الربانيه ديال الله سبحانه وتعالى، الكره كان ممكن غنتعادلوا. مشينا للوزازات عادي، حنايا فتحت لي بالنور هادشي ما وقعش. القسمه التادله اللي كانت هي الاقرب للصعود ما وقعش ليها هادشي في مدينتها، رغم انه فارق كبير بالملعب ديالو بالجمهور ديالو بالاعيان ديالو. القسمه التادله كانت هي الاولى حتى المقابله الاخيره الثلاث الاخيره، وفقدات الرتبه الثانيه فعناصر ما عندهاش تجربه. راه كان عندنا اصغر لاعب اللي هو الشاب لاعب الخالوق يونس مذاكير، راه الناس عندهم اربع حراس، حنا كان عندنا غير جوج حراس. راه ما كانش حنا لان الصعود كتهيئ ليه، حنا هيئنا باش نلعبوا على البقاء، ولكن ربي سبحانه وتعالى خلقنا حلم. كودي حنا عندنا الثقه في المكتب الحالي، ولكن انا كنشوف بعض اعضاء المكتب انهم ما كيحضروش على طول السنه. انا تابعت، انا كاعلامي انا تابعت المقابلات، اغلب المقابلات 90% او 95% ديال المقابلات بعض الاعضاء ديال المكتب ما كتشوفهم على طول، على سنتين ما شفتهمش. اليوم كيجيو الجمع العام كيقول لك حنا بغينا التغيير. واش هاد التغيير عبر يعني الميسنجر او عبر يعني كنتلاقى معاهم في الطريق؟ كودي ما تقدمش الاستقاله. هو انا غادي نتكلم معك بصراحه،
بغينا الصراحه حنايا. انا قبل اللي سالت البطوله انا جو عندي ناس قال لي يا ودي انت غتاخذ رئاسه وحسب البلاد يمشي بحاله. الوقت يتخاصم مع ديك الناس على قبل هذا الكلام راه بدلوا عاوتاني السين بدلوا عاوتاني تقلبات الكفه. ولكن هذا السيد هذا اللي انا غادي نعطيني غير واحد في الحقيقه كاينين بعض الناس ما كنلومهمش لانهم عندهم واصله مغالطات. انا فاش كنمشي مثلا جديده فاش كتشوف يجي ناس اخرين كيقول كلام خرف فك تدخل معاه لواحد الجروب كيبدل وعندي باقي في الحياه صافا كودي كل اسبوع كل 15 يوم كيتصل بالمهدي النمرود كيقول ليه فين كيقول ليه فين باش كيجي عنده الكاتب الاداري يسيني ليه السياره. اه ماشي شوف حامل امتعه السي حسن اللي كان عويش معنا اتصلوا به انا كنخدم معاه حامل الامتعه اي حاجه حتى الشاب الصائغ معاه شوف كودي متواجد. اولا شحال عندكم في المكتب من عود؟ شوف انا نقدر نقول لك راه قانونيا عندنا كانوا 13 واحد قد ثلاثه ما نخارطوش بقوا 10 ربما على ما اظن. انا غنقول لك مثلا غتسول حقي ومصطفى شكون اعضاء المكتب ما غيرش اعضاء المكتب كثير ديال الناس ما كيعرفوش اعضاء المكتب كيعرفوش اعضاء المكتب شوف وحتى اعضاء المكتب اللي هو اللي تاجل لانه كنا حاضرين ليه ودرنا تغطيه اعلاميه انه كانوا حاضرين تقريبا كلهم اغلبيه الاعضاء واغلبيه المنخرطين كانوا حاضرين. يعني اشنو كان الطلب ديالهم؟ شوف هو الطلب هو شوف فاش كيحضروا كيدخلوا البعض والبعض ما كيدخلش يعني هناك تحريض هناك تحريض. شوف كاين تحريض وكاين واحد يقدم استقالته حي التوفيق وكذلك انا نفس الشيء للاسف وتقالت لنا مباشره قالت خافيه تريد ضرب الفريق من خلال اما توفيق كودي اما حسن بلبلاج وهذا راه امر واقع على قبل ميزانيه تزادت راه باغيين يرجعوا واش على قبل شي حاجه اخرى حنا ما عرفناش الى حدود الساعه حنا كنلتزموا بالاحترام لظروف لمجموعه من الاعتبارات ما غنساوش العلاقه الطيبه اللي كتجمعنا ولكن هاد الناس راه يعني راه تجاوزوا حدود الله وتجاوزوا يعني الحد ديال الانسانيه راه ربما غندخلوا في مواجهات اللي ما غاديش يقدروا عليها لان اليوم انا راني عطيت غير اشارات ولكن ان شاء الله في اللقاء الاخر راني غادي نفضح كل شيء ونفضح كما قلت لك. واليوم ان كاين شخص معين مازال كيحارب فيا لانه يخافني نفضح ولكن ما عرفش بانه هاد التشويش عليا وهاد المضايقات اللي كنتعرض لها اليوم راني غادي نفضحو وانا كنتمنى من السلطه المحليه تستدعيني وتعرف الحقائق اشنو واقع وراه كاين الشهود راه كاين الشهود اشنو كان واقع اشنو وقع راه ماشي اليوم. انا اليوم كامين ديال امين مالي الفريق حنا اليوم صابرين وعطينا اشارات وهاد الناس ما وقرونيش راني غنخرج لهاد القضاء هذا هو اللي غنقول لك لان هذا الشخص هذا راه مازال يعني ما بغاش هنا منا من هذه المشاكل رانا عارفوا منه هو اليوم اللي كيزيد الناس وكيحرض الناس باش تشويه السمعه ديالو. الحمد لله السمعه ديالي معروفه والله سبحانه وتعالى راه جازا كل واحد راه غير الانسان باقي ما قدمناش الاستقاله ديالنا باش غادي شي واحد اللي بغى يشد الفريق كان اللي يشدو في 2021 ملي كان الفريق ما عنده حتى شي حاجه.